نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله. افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي 11 للكيمياء في الصناعة تحت شعار إيجاد حلول تقنية عن طريق المواد المبتكرة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والمتخصصين والفنيين والمهتمين والأكاديميين وأصحاب القرار بهدف مناقشة عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالتحديات التي تواجه الصناعة النفطية والكيميائية ومنتجات الطاقة. وينظم هذه الفعالية المهمة جمعية الكيمياء الأمريكية ممثلة بالفرع السعودي لعلوم الكيمياء العالمية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من شركة أرامكو السعودية وعدد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية. وقد أعرب معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عن بالغ شكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضل سموه برعاية الحدث العالمي الذي يعد من المؤتمرات والمعارض المتميزة في الصناعة النفطية والكيميائية، الذي اكتسب هذا الحدث سمعة ومكانة مرموقة على مستوى الشرق الأوسط، مشيرا معاليه إلى أن هذا المؤتمر يعتبر من المؤتمرات التي تجتمع فيه عدد من الشركات العالمية الكبيرة المتخصصة في مجال الصناعة من أجل الاطلاع على أحدث التجارب وتقديم أفضل الممارسات الإدارية والفنية واستعراض أفضل الحلول المبتكرة لتعزيز التطور والتقدم والازدهار في هذه الصناعة الحيوية. وفي ختام كلمته أعرب معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان لقيادة جلالة الملك المفدى على الدعم والمساندة الذي يحظى به قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين، والتي جاءت بنتائج إيجابية في ضمان استدامة النمو الاقتصادي فيها. كما قدم معالي الوزير شكره وتقديره لرئيس المؤتمر السيد فهد المحيش على جهوده المتميزة في الإعداد والتنظيم وعلى حسن الترتيبات لهذه الفعالية الكبيرة، وكذلك للمتحدثين الرئيسيين ورؤساء الجلسات والوفود المشاركة والجهات العارضة، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في ربوع بلدهم الثاني مملكة البحرين. كما قام معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بافتتاح المعرض المصاحب، حيث اطلع معاليه على ما تضمنه المعرض المصاحب من منتجات وخدمات تمثل أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في قطاع صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات. المؤتمر برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وفي النسخة 11 منه، يعني بعلوم الكيمياء، وهناك اهتمام كبير من الشركات في المنطقة، شركة أرامكو سابق، شركة بابكو والشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال. اليوم طبعا المواضيع اللي تتطرق لها علاقة بانبعاثات الكربون والتعامل مع الكربون في حبس الانبعاثات والتعامل معها بشكل تجاري، كذلك استخدام مواصفات جديدة في شتى مجالات النفط والغاز، التقنيات الحديثة اليوم اللي تخرج من المختبرات إلى التنفيذ في ساحة العمل. كل هذه المواضيع موجودة اليوم في المعرض، وهناك متحدثين متخصصين في مجالاتهم، عدة مواضيع منها الذكاء الاصطناعي، حبس الكربون وما يخص بانبعاثات الكربون، هناك مواضيع تخص الإنتاج والاستكشاف، ومواضيع تخص التكرير وصناعة البتروكيماويات. لدينا الكثير من المشاريع الصناعية وبالذات التوسعة الكبرى في المصفاف، ويتناول المؤتمر مواضيع عدة، منها على سبيل المثال للحصر المواد المبتكرة سواء في الصناعة أو سواء في الحياة العادية، وكذلك على التنمية المستدامة وما يسمى بالإنرجي ميكس وهو خليط الطاقة، وهذا موضوع جدا مهم في استدامة التنمية، وكذلك إشراك العنصر الطلابي بالذات وخصوصا صغار السن وما يسمى بالميلينيوم جينيريشن في الابتكار وخصوصا في مجال العلوم عن طريق الهاكاثون.